دكتور حمد صديق، دكتور ماكس قمر بحوث، وخبير قانوني. احنا معانا الدكتور حمد صديق، هو دكتور في البحوث الزراعيه. لا مركز قمر بحوث، مركز البحوث، واحد المدعين بالحق المدني ضد نظام مبارك، وهو احد الحاضرين في اولى جلسات المحاكمه، والذي دفع باحد الدفوع الذي اعترض بعض المحامين او كثير المحامين على هذا الدفع، وهو وفاه الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. قد اختلف معاه في هذه الوجهه، وخاصه في هذه القضيه. علي ان انا اوضح للراي العام ان انا اختلف مع الدكتور حامد صديق، وهو رجل جليل فاضل مجاهد مناضل، رجل متواضع في العمل العام والعمل السياسي، ولكن هذا الدفع كان انا ادفع في هذا الكلام انه كان هيدفعنا كتير، وانا ودي وجهه نظري مع احترامي للدكتور حامد صديق، ولكن هذا لا يعتبر تقليل من الدكتور حامد صديق، رجل فاضل، رجل من قبل الثوره ومواقفه السياسيه موجوده، مقتنع كل الاقتناع من 2004 ان حسني مبارك، محمد حسني السيد ابراهيم مبارك، متوفي. هذا هو قناعته، وعلينا ان نستمع. وان كنا معترضين كلجنه حقوق انسان داخل نقابه المحامين او نشطاء سياسيين على هذا الدفع، ولكننا علينا ان نستمع الى وجهه نظر الدكتور حامد صديق. ومعانا الاستاذ ممدوح الشويحي، المنسق العام للجنه حقوق الانسان العامه بنقابه المحامين المصريه. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. انا بالفعل دخلت المحكمه بناء على طلب قدمته الى رئيس محاكم الاستئناف بانني مدعي بالحق المدني بشخصي وبصفتي، مداخل هجومي ضد النيابة العامة وضد المتهمين، على سند أن هذا الشخص الذي يتم محاكمته على أنه حسني مبارك هو ليس حسني مبارك، ولأنه دوبلير، لأنه في حال ثبوت ذلك فيكون هناك وجوب حكم الإعدام على هذا الشخص أيا كان، طبقا نص المادة 77 و 77 ألف و 78 ألف والمادة 86 ألف من قانون العقوبات. وليس معنى أني دفعي بأن أتحكم من شخصية رئيس مبارك هو تبرئة رئيس مبارك، بل بالعكس تماما، هو حتى وإن كان ذلك ميتا فيتم الحكم عليه أيضا بالإعدام، لأن في مثل ذلك هناك تنسيق تم قبل وفاته مع هذا الدوبلير، اللي من خلاله قام هذا الدوبلير باقتناء شخصية رئيس الجمهورية بالتعاون، سواء كان مع السكرتير زكريا عزمي أو مع جمال مبارك أو علاء مبارك أو عمر سليمان أو سوزان مبارك أو كل من هو بجانب الرئيس حسني مبارك. فكان الدفع بين هذا الشخص ليس هو الرئيس محمد حسني مبارك، هو نزول حكم الإعدام على هذا الشخص المتقمص شخصية الرئيس، وعلى سوزان مبارك وجمال مبارك وعلاء مبارك وعمر سليمان وكل من كان بجانب الرئاسة. لكن مع الأسف الشديد، أقول مع الأسف الشديد، ليس هذا إعلاء أو استكبار أو غرور، ولكن حقيقة هو تجاهل بعض المحامين بالقانون عندما يدعوا أنني في دفعي بهذا هو تبرئة للرئيس، ولكن ليس هناك تبرئة للرئيس، ولكن هو إثبات التهمة عليه، لأن هذه تهمة أكبر وأقوى من تهمة قتل بعض المتظاهرين، لأنها فيها دلالة قاطعة أن هو اختال الشعب العربي كله وليس الشعب المصري بصفة خاصة، وبالتالي أصبح وجوب تهمة الإعدام تتفق مع سواء قانون القوانين الدولية أو قانون العقوبات المصري. وأنا بتكلم هذا الكلام ليس جديد، فأنا بالفعل رافع دعوى قضية وبلاغات للنائب العام منذ 2004 بحقيقة هذا الأمر، وقدرت أن أحصل على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري ومن محكمة استئناف دائرة 66 مدني، كان مضمون الحكم الإحالة لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية، وحثيات الحكم كان عبارة عن التحكم من شخص رئيس، وهذا يدل على أن المحكمة والنيابة تشكك في وجود إن هذا حسني مبارك. ومن خلال هذا أنا أتحدى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إن يقول بالفعل، يصدر قرار يقول بالفعل إن كلام اللي وجهه الدكتور حامد صديق بخصوص إن الرئيس حسني مبارك هو عالي تماما الصحة، وإن حسني مبارك لم يمت وهو عايش، واللي إحنا شفناه في القفص هو ده كان حسني مبارك وليس دوبلير. وأتحدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة في شخص المشير محمد حسين طنطاوي يقول بالفعل إن الشخص الذي تم مصوله في المحكمة هو الرئيس محمد حسني السيد ابراهيم مبارك وليس الدوبلير كما يدعي الدكتور حمد صديق، لان في مثل تجاهل شخصيتين سواء كان النائب العام او رئيس المجلس الاعلى للقضاء المسلحه، حقيقه الامر هو استمرار للبلبله في الشارع المصري والقلق
اللي هو الدائر بين سواء كان بين جموع المحامين او بالنسبه لاسر الشهداء او الشرع العام. لكن في الحقيقه دكتور حامد صديق بس اسمح لي، انا بدعو المستشار احمد رفعت واحنا تفاجئنا ان ملف قضيه حسني مبارك ليس فيها صحيفه الحاله الجنائيه بتاعه محمد حسني السيد ابراهيم مبارك، واحنا ندعو المستشار محمد رفعت باخذ بصمات هذا الرجل. انا دلوقتي يعني بحاول اتقرب مع الدكتور حامد صديق عشان بشك على اساس ان الراي العام المصري يعرف الحقيقه. فضلنا مخبيين الموضوع ده كتير، وان كان الدكتور حامد صديق الوحيد اللي هو مقتنع بصفته راجل دكتور وباحث ان ده مش حسني مبارك، ولكن بدعو المستشار احمد رفعت باخذ بصمات الشخص الموجود، هل هو محمد حسني مبارك ام لا؟ ماذا يدير المحكمه عندما تتحقق من شخصيه هذا الشخص؟ ايه اللي يدير المحكمه لو ثبت بالفعل ان هذا ليس هو الرئيس او هو رئيس؟ ليه المحكمه تحاول بقدر المستطاع، او غير المحكمه، الاعلام بصفه عامه والقضاء بصفه خاصه بيحاول بقدر المستطاع ان يغطي هذا الموضوع؟ هل بالفعل ان المحكمه اكرر متأكدة ان اللي موجود في القفص ده هو حسني مبارك؟ هل الاعلام بالفعل متأكد ان الموجودة بحسني مبارك؟ طب ماذا يقول الاعلام عندما صدر بالامس في جريدة الاخبار المصرية قول روبرت فيسك وهو عميد المراسلين الاجانب لما يقول ان بالفعل حدث هناك تغيير في حسني مبارك من 2004؟ لماذا قيل هذا الكلام في هذا الوقت؟ ليه ما تقالش من 2004؟ يعني من 2004 هم عارفين ان ده مش حسني مبارك، واحد تغير، مين اللي اتغير؟ اي هذه الشخصية؟ ما معنى اسرائيل لما تقول ان حسني مبارك كنز استراتيجي؟ يعني كنز استراتيجي بعد ان تجاوز سن 80 سنه يبقى كنز استراتيجي، ام ان هي تعلم جيدا من يكون هذه الشخصيه؟ احنا بنكرر، ليه النائب العام، ليه المستشير طنطاوي الى الان لم يدلي بدلوه بنحو هذا الشخص؟ هل هو بالفعل رئيس محمد حسني مبارك ام انه هو البديل؟ واذا كان هذا هو حسني مبارك، فلماذا لم يتقدم اي من النائب العام او رئيس مجلس الاعلى للقضاء باتخاذ الاجراءات القانونيه بشان ما قيل في هذا الامر، سواء كان هذا هو رئيس او غير هو رئيس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم ناحيه قانونيه في طلب الدكتور حامد المحكمه. هو كناحيه قانونيه احد المدعين بالحق المدني له الحق ان هو يتاكد من شخصيه المتهم، والذي دفع الدكتور حامد للطلب دوت ان المتهم محمد حسني مبارك لم يعمل كمتهم. لو في متهم اصلا بيروح محكمه بدون صحيفه الحاله الجنائيه. الحاجه الثانيه ان المتهم محمد حسني مبارك كان يمتلك من الوسائل بصفته رئيس دوله سابق ان هو يستطيع ان هو يعمل اي حاجه، والكلام ده موجود اصلا في قلب مصر ان ضباط امن الدوله ليهم كذا اسم وكذا بطاقه وكذا كارنيه وما تعرفش اسمه الحقيقي من غير الحقيقي. اما هو كان مدعي بالحق المدني من حقه ان هو يتحقق من شخصيته، واللي هيدور المحكمه انها تستجيب لطلبه حتى تقول الواقع اللي احنا فيه والمجتمع المصري، وحتى تعيد نفسها ثقه المحكمه كمحكمه. حتى الان سواء كان اطراف الخصومه في الدعوه ما فيش ثقه في المحكمه، وخاصه مع تصرفات المحكمه الاخيره من منع المدعين بالحق المدني من الحضور، عدم استجابه المحكمه للطلبات، ان هي صرحت بنسخ قضيه العدلي ورفضت نسخ قضيه محمد حسني مبارك. لذلك على المحكمه ان تستجيب لطلبات المدعين بالحق المدني، وهي طلبات مشروعه وقانونيه وليس في اي غضاضه. شكرا.